تأثير النفايات على صحة المواطنين للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؟ فليتفضل أحد واضع السؤال. مشكورة. تفضل السيد نائب. شكرا سيدة الرئيسة. سيد الوزيرة، نسائلكم هل من إجراءات فعلية لحل هذه الإشكالية التي باتت تشكل خطرا على العنصر البشري والبيئي؟ وشكرا سيد الوزير. جواب السيدة الوزيرة المحترمة. النائب المحترم، على طرحكم على هذا السؤال من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، لأن هذا السؤال كيخص العنصر البشري بطريقة جد مباشرة. فكيف ما كتعرفوا، خصوصا أنه تم منذ سنة 2006 إقرار واحد القانون 2800 اللي كتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها للتغلب على الإشكاليات اللي مرتبطة بتدبير ومعالجة النفايات. وبخصوص تأثير النفايات، تبين من خلال تقييم هذا البرنامج وتقييم هذا القانون أن وصلنا بزاف ديال العراقيل باش ننزلوا هذا القانون. وحنا كوزارة كنحثوا على ضرورة العمل من أجل إدخال الجمع الانتقائي للنفايات عند المصدر، لو سيليكسيون بي فلو، وتعزيز تثمين الطاقي للنفايات. فإذا ما درناش هاد الجمع الانتقائي للنفايات عند المصدر، ما نقدروش نوصلوا نفعلوا هاد البرامج ديال تدبير النفايات. تم توقيع طبعا واحد الاتفاقية ما بين الوزارة ووزارات الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد المالية وجمعية المهنية لشركات الإسمنت اللي كتدف إلى تثمين طاقي النفايات إلى حدود 45%. فهذه غتقلص من كمية النفايات المطمورة والحجم العصارة اللي نتيجة عنها، وهذه العصارة كتكلفنا بزاف باش نستغناو عليها، وتطوير طبعا منظومات صناعية في مجال تدوير وتثمين النفايات المنزلية. هذه الوزارة كانت نجزات واحد التقييم ديال الوزيرة. شكرا. تقييم السيد نائب المحترم. شكرا سيد الوزيرة. كما لا يخفى عليكم سيد الوزيرة، كانت موعدا حاسما لإنجاز هذه العديد من الأهداف الملتزم بها في البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، من تأهيل لعدد من المطارح الغير مراقبة وتطوير عملية الفرز وتدبير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية مع التزامات بتعميم مخططات المديرية على عمالات وأقاليم المملكة. أمام هذه المخاطر سيد الوزير، وبدون مبادرات ملموسة بقيادة من قطاعكم وشراكة مع القطاعات والمؤسسات والجماعات الترابية، ستتفاقم الأوضاع البيئية والصحية بسبب تفشي المطارح العشوائية وأطنان من النفايات المنزلية والمواترات غير قابلة للتحلل في مختلف الأوساط القروية، كجماعات أولاد عمران بإقليم سيدي بن نور وأخرى في أمس الحاجة إلى مطارح مراقبة بمواصفات حديثة لتدبير النفايات ومعالجتها وتثمينها وفق مبادئ الحكمة. وفي نفس الوقت سيد الوزيرة، فإننا ننوه ونتمم إنجازات نموذجية كمدينة أسفي ومدينة مكناس، ولكن باقي خصائص كسيدي بوسلام والعريش وغيرها. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد نائب المحترم. هل هناك من تعقيبات إضافية في الموضوع؟ تفضلي السيدة النائبة المحترمة. نعم، شكرا سيدة الرئيسة. سيدة الوزيرة، كنا كنعرفوا مخاطر المطارح العشوائية، ولكن بغيت نركز على خطر النفايات الطبية اللي كيكون المصدر ديالها أيضا في بعض هذه المطارح. النفايات الطبية كتطلب معالجة خاصة، لكن جميع النفايات والمنقبين في المطارح ما كيعرفوش مدى الخطورة المرتفع في هذا الشيء اللي كيعملوا، وهذا الأمر كيؤدي إلى انتشار أمراض خطيرة داخل أوساط هذه الفئة من جميع النفايات والمنقبين فيها. سيدة الوزيرة، لحد الآن رغم وجود القانون لم تستطع إجبار المستشفيات العمومية والخصوصية على تدبير نفاياتها الطبية، فإلى متى السيدة الوزيرة؟ شكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية في الموضوع؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة. خصوصا ان هاد القضيه كتمس كرامه المواطن وخصوصا كرامه العاملين اللي معظمهم غير مهيكلين
في مجال فرز وجمع النفايات اللي كيتعتبروا واحد الشريحه الاجتماعيه الاكثر تعرضا لمخاطر الناتجه عن النفايات بما فيها النفايات الطبيه والنفايات الاخرى. فمن اجل حمايتهم بما قدر المستطاع وتحسين ظروف عملهم كتقوم الوزاره بشراكه مع القطاعات الاخرى بتنظيم طبعا ورشات تكوينيه وتحسيسيه، ولكن داكشي ما تكفيش. برورنا واحد النموذج خاص من اجل ادماج جميع. شكرا سيده الوزيره. شكرا.